الشوط الأول الرئيسي المفتوح. مشاهدين الأعزاء تتواصل أشواطنا الأولى الرئيسية، وانطلق في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء هذا الشوط المفتوح الخاص بالزمول بنوك الإنتاج فحول المستقبل. أرحب في هذه اللحظات بأخي وزميلي صالح الكربي معلقا على هذا الشوط الرئيسي المفتوح، متمنيا له ولكم التوفيق. شكرا محمد بن بريك. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وشعارات يا ابناء القبائل وسن الحيل والزمول، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الاول الخاص للزمول من مسافه 6 كيلومترات نسير مع هذه الانطلاقات المميزة. وأيضا نهني صاحب المركز الأول في الشوط الرئيسي الخاص للحيل، كان هناك شعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من حضرة مع جمرة، شعار صايد الرموز. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباعثة عن الناموس، نسير مع أول الأسماء وأول الشعارات. امداوي بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه يقدم لنا امداوي مع اول المراكز واول الاسماء. ثانيا قادم معالج بشعار ابراهيم بن زيد بن راشد ال بحيح المري مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل القادم مع ثالث الاسماء، وصل مكفي بشعار راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز يتقدم وينطلق مع رابع المراكز، وصل مطفوق بشعار حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يتقدم مع رابع المراكز ورابع الانطلاقات. خامس الاسماء وصل حليتان ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يقدم لنا حليتان على خامس المراكز. هكذا هي النتيجه الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه والخمس الشعارات المندفعه. وأعود مع البداية مع أول الأسماء مع مداوي عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، يحضر مع مداوي العطية في هذا الانطلاق المميز والشوط الرئيسي المفتوح للزمول. مداوي عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع البداية ومع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا قادم معالج إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. معالج ثالثا القادم مكفي راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز شعار بن جهويل قادم مع مطفوق، ينطلق حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يطمع عن هذا الانطلاق، يطمع عن هذا الفوز والانتصار في الشوط الرئيسي المفتوح. بن جهويل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل خامس المراكز، وصل القادم والمنطلق مايهاب جابر بن علي بن راشد الله صمع خامس المراكز وخامس التحديات. نتيجتنا الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان للخمس المراكز المتقدمة والمنطلق، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة قادمة من الصفوف الخلفية من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. ولكن أعود مع العطية مع مداوي مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. منتصف المسافة 3 كيلومترات
كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة ومداوي على البداية. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا مداوي على أول الأسماء وأول الشعارات، وأيضا معالج من الجانب الآخر. الله يا معالج يتقدم بشعار إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. شعار بن ديلة يتقدم مع معالج على ثاني الأسماء، ثالثا مكفي راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابعا وصل القادم مايهاب جابر بن علي بن راشد الله صم مع رابع الأسماء ورابع الشعارات. خامس المراكز بن جهويل يتقدم مع مطفوق حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري مع خامس المراكز وخامس الشعارات. لا جديد على الخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. الشوط الرئيسي المفتوح الخاص للزمول. الله الله الله، البداية والمقدمة معالج ومداوي. الله الله، لائحة الاثنين كيلومترات. البداية مع مداوي عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا مداوي. ثاني الأسماء معالج، معالج بن ديلة يتقدم مع ثاني المراكز إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثنائية على المقدمة من أجل الفوز من أجل الانتصار بالشوط الرئيسي المفتوح الخاص بالزمول. ثالث الأسماء وصل القادم مكفي راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي يقدم لنا مكفي على ثالث الأسماء، يراقب الموقف مكفي. وأيضا راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي يقدم لنا مكفي على ثالث الأسماء. رابعا القادم مايهاب جابر بن علي بن راشد الله صم مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس المراكز فجاج خادم فجاج، وأول نداء لفجاج راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ولكن البداية 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 والمقدمة مداوي ومعالج بن ديلة والعطية. الله الله الله، وأيضا بن شافي قادم مع ثالث الأسماء. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الشوط الرئيسي المفتوح الخاص للزمول. بدأ هدير الزمول، بدأ الانطلاق من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. خير وانطلق إلى البداية مكفي مكفي راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي يقدم لنا مكفي مع أول الأسماء. العطية قادم مع مداوي، وأيضا بن ديلة قادم مع معالج على ثالث الأسماء. رابعا باللصم قادم يقدم لنا الاسم القادم مايهاب. ولكن مكفي مكفي مع البداية، مكفي مع الفوز مع الانتصار. راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي من يقدم لنا مكفي مع الفوز والانتصار. مكفي مكفي معالج بدأ بالانطلاق مع بن ديلة مع ثاني الأسماء. مكفي مكفي معالج بن شافي بن ديلة. الشوط الرئيسي الخاص للزمول، لمن الانتصار؟ لمن؟ معالج معالج ومكفي اللحظات الأخيرة. الله الله الله، مكفي مكفي معالج بن ديلة بن شافي اللحظات الأخيرة. مكفي مكفي معالج معالج مكفي اللحظات الأخيرة معالج. الشوط الرئيسي مكفي.
مكفي مكفي مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لراشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء معالج إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري، وثالث المراكز مايهاب جابر بن علي بن راشد الله صم، ورابع المراكز مداوي عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وخامس المراكز متعب زايد بن سعيد الأجبع الخيرية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية حتى خط النهاية من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. كانت هناك معركة ما بين معالج وما بين مكفي من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. تهانينا والناموس لمالك مكفي راشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني 9:36.75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن عبد الله بن راشد بن حمود آل شافي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا آتى معالج، والتوقيت الزمني 9:36.85. تهانينا والناموس لابراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري، ثالث الاسماء آتا مايهاب بتوقيت زمني ومقداره 9:40.61. تهانينا والناموس لجابر بن علي بن راشد الاصم المري. مشاهدي